السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ومرتاحين يا ربي في العقول ديالكم، مطمئنين في قلوبكم يا ربي. كنتمنى هذا الشهر الكريم يدخل عليكم بصحيحه وباش كنتمنوا ان شاء الله. ومره اخرى كنقول لكم شكرا، شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، على لي كومونتير الزوينين اللي كتخليو ليا دائما، على المحبه ديالكم وعلى الثقه ديالكم. الله يحفظكم ويخليكم ليا. نظرا اللي كنت حطيت لكم في الفيديو الاخراني القميصه نتاع جوهر، وخليت لواحد التعليق اللي زوينه بزاف بزاف بزاف، عرفتي والله العظيم نط الصباح باش نصور فيديو. دابا عاد كنقول كوثر زين الصراحه، وكنصور هذا الفيديو بحب لكم. شكرا لكم بزاف، شكرا للدعم ديالكم اول حاجه، وشكرا للمحبه ديالكم اللي اهم من كل شيء. الله يحفظكم ويجيكم ليا. نخليكم معايا في هذا الفيديو اللي فيه قفطنات ولا قميصات نتاع جوهره اللي كيحمقوا زوينين. فرانشمون انا زعما كنقول هاد القفطنات زوينين، وكان التعليق ديالكم اللي ايجابيه، وكلكم اتفقتوا معايا وقلت لي سمحوا لي ما تقرا فيا راني فاسيه. قلت لي نبقى ندير لكم كل نهار، وان شاء الله ربي يوفقني انني نبقى ندير لكم نهار واحد شويه، على اساس بان كلشي تقدا. سمحوا لي بزاف، عرفتي لقيت في لي كومونتير بزاف اللي كيقول لك واش درت شويه دغيا لقيتهم تسلم، حيت بصح درت واحد العدد اللي شويه باش كل نهار نبقى ندير. الا ما لقيتيش اليوم غدا تلقاي، وكل نهار غتلقاي جديد ان شاء الله، وكل نهار حاجه احسن من اللي قبل منها. نتمنى تعجبكم حتى هاد التشكيله. خليكم معايا في هاد الفيديو بيان سور، الا عجبكم هاد الفيديو خليو لي الكلام الطيب اللي دائما كنتسناه منكم. وراني كنقرا لي كومونتير، وكنحاول انني نجاوب كلشي، وحتى اللي ما جاوبتوش شايف في كتابه كنجاوب من قلبي، وكنقول لكم الله يخليكم ليا. دونك خليكم معايا في هاد التشكيله كما كتشوفوا معايا. هاد القفط نتاع جوهره اللي مره اخرى كناكد على ان لاكاليتي نتاع جوهره اللي متميزه بزاف بزاف. كما كتشوفوا معايا شوف حرير جوهره، الحرير غزاله، وفيها داك الثقل اللي منها فيها داخل معاها. نتمنى ان دوركم عارفين ملي كيكون النهار كيكون شويه مع الشمس ما كيعطيش ديك الاضاءه اللي مزيانه. وكما كتشوفوا معايا شوفوا هاد الطريزه اللي كتحمق فيها الطرز، وتنبات وجايه هاد الطرز نتاع المسوس. فرانشمون رائع، قفطان بامتياز، هابط كله بالعقاق كما كتشوفوا معايا بالحجر. فكره جديده ولكن جات زوينه، والحمد لله كنت فرحانه بزاف داك الاقبال اللي لقيتو زعما في هاد القفطنات، ولقيت واحد الكلام اللي زوين من جهتكم وعجبتكم فكره جديده ان جوهره ملبته ومطروزه، جات فكره جديده. نتمنى انها تعجبكم. ومره اخرى كنقول لكم حتى اللي ما شريت نزه معنا واللي عجبو قفطناتنا يسكرينيهم ويديرهم بصحتكم وراحتكم. كما كتشوفوا معايا نقرب الصوره باش يبان لكم اكثر واكثر. شوفوا معايا الكميمات، شوفوا الطريزه كي جايه بالتشنيف، فرانشمون رائعه. وعلى خضر شوفوا معايا على خضر شحال غزال، شوف كي جاي قفطان متميز. نحاول انا نوريكم كامل، جايب لاكوب لي ايفازي كتيفات واقفين بيان سوغ، هادو حتى لو بغينا نحزمو عليهم كيجيو روعه روعه. دونك خليكم معايا في لوينات اخرين وتشكيله اللي زوينه بزاف. ما تنساوش يا سلام عرفتي هاد اللون كيحمق زوين. اش نقول لكم؟ غوز موف، فن فن فن، لون راقي بزاف. عرفتي كننصح به اي سيده كيما كانت بيضاء سمراء خمريه يجيها كيحمق. لون اصلا لون كلاس زوين مهدن ناشط كلشي فيه زعما بصح لون غزال. وهاد الخدمه اللي فيه تقناته بامتياز كما كتشوفوا معايا. نحاول انا نقرب باش تبان لكم الصوره اكثر واكثر. كما كتشوفوا معايا شوف هاد الطرزه شحال رائعه جايه، طرز نتاع المسوس. نقرب لكم حتى هنا باش تشوفوا اكثر واكثر، حيت في الكلمات كتبان قريبه اكثر ياك. شوفوا معايا لا كاليتي نتاع جوهره، كنأكد على جوهره اللي كتحمق، ماشي جوهره اللي نتاع المتر وداكشي، جوهره اللي نازله في الحرير كما كتشوفوا معايا. شوفوا معايا حتى في الكتيفات هابطه كلها صايره دايره من الجنيبات جايه. الصراحه قفطن اللي كيحمق شهوه منه، دايره معاه مجدل اللي حتى هو بالحرير كما كتشوفوا معايا بالشاشيه. نقدروا نلبسوا حتى بلا مجدل، نقدروا نلبسوا معاه مجدل دوغي، نقدروا نديروا معاه ضمه بيان سور على حساب حتى شنو بغينا نديروا في رجلينا. انا اختاريت انني ندير بليغه كما كتشوفوا معايا، دايره معاه بليغه من التحت. نقدروا نلبسوا معاه دي طالون، نقدروا نلبسوا معاه موكاسان على حسب كيفاش بغينا حتى حنا نشوفوا راسنا وفاش كنرتاحوا حتى حنايا. نتمنى حتى هاد اللوين يكون عجبكم. من طبيعه الحال اللي عجبها شي حاجه وبغات تتقداها معنا مرحبا والف مرحبا، النمره مخليها في الشاشه، ما عليكم يتصلوا وتسكريني وتصيفطوها لنا في واتساب، وان شاء الله كيكون توصل داخل المغرب كامل مع تيزلا، وخارج المغرب كنوصلوا جميع الدول. تحيه للجاليه المغربيه وتحيه للناس اللي متبعانا والناس الزوينين. خليكم معايا ديروا الشاكي حقوقي عرفتي هاد اللون رائع زوين وعنده محبين ليه بزاف، سورتو في الاعياد سورتو في المناسبات كيجي هاد اللون راقي وكيجي زوين.
كنأكد على انه كيجي زوين لجميع الوجوه وجميع الخواطر كما كيقولوا. الوغ كما كتشوفوا معايا قفاك بامتياز زوين، لا من لونو لا من لاكوب ديالو لا من الموديل اللي فيه، رائع بزاف كما كتشوفوا معايا. نعاود نقرب طريزا باش كيبان كلشي الديتاي. شوفوا معايا هذا مخدوم حتى هو بالسويس، فيه الثقل اللي هو مشماشي في اللون ديالو، ماشي برونز وجاي هابط هكايا كله في السدر وهابط كما كنقول بالبيرلاج وداكشي. في واحد المشهد اللي نقدو نديرو، نقدو نحيدو ونقدو نبدلو كما قلت لكم، حتى بشي مضيمات تاع الميطال كيجيو رائعين بالمضيمات اللي كيكونوا بحال هكا. راكم عارفين شويه بسيط، راه بحال دابا انا راه كيما نتم الصباح يلاه جمعت شعري هكا واش فين جاو وداكشي، ولكن راه ملي نكونوا عندنا شي مناسبه بصح نزيدو نحلقو اكثر واكثر. سمحوا لي لا اللي كنجي هكا يبان الشكل، ولكن راه كندير اي زعما شويه غوج عليك وهذا باش نبين لكم القفاطن بواحد الصوره اللي زوين. وكنتمنى انهم يعجبوكم هاد القفاطنات بيان سور، اللي عجبها شي حاجه تسكرينيها تصيفطها لنا في الواتساب، وكنتمنى انهم يعجبوكم. خليكم معايا في لوينات اخرين اللي حتى هما متميزين بزاف. والله على الشيبي عرفتي انا كنسمع الناس بزاف اللي كيقولوها البنات فقار داكشي، كيقول الشيبي هو حبيبي يعني زعما محبوب بصح غزال الشيبي في المسقطه وجوهره، كيعطي واحد الرقي في اللبسه ديالو، رائع 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 بزاف. وعرفتي زعما اللي كانت شي خطوبه واللي كانت شي عروسه اللي كانت شي زعما كما كنقولوا تعارف، صراحه قفطان رائع رائع بامتياز. شوفوا معايا هاد الطريزه كي جات عليه، جات حلاوه يا سلام يا سلام. راك عرفتوا كنقول شحال مره شي حاجه كنقول حبيتها، انا يعني حبيت هاد اللون حبيت هاد القفطان. شوف هاد السلسله اللي كندير لكم تاع جوهره رائعه، مازال فيديو اخر ان شاء الله نتاع جوهره اللي جاي بالزباق المعلم، وجاي واحد لاكوب لي سبيسيال زوينه. خليكم معايا باش تشوفوا هاد كيما كنقولها السلسله نتاع جوهره اللي بصح زوينه. عرفتي تذكرت انا كنقول جوهره وانا نتفكر واحد الكومونتير عجبني بزاف، واحد السيده كتبت ليا الله يحفظك من هنايا الا كنتي كتشوفي معايا الفيديو، قالت لي راه انتي جوهره اكثر من جوهره اللي لابسه، الله يحفظك ويعزك يا ربي. راه كما كتشوفوا معايا هاد القفيطن، شوفوا على اللون خصها اللون فيه رائع رائع. نحاول نقرب باش تشوفوا زعما الخديمه اللي فيها. شوفوا معايا الطريزه، شوف القفطان اللي هزيتو، ماشي كنشكر هي هكاك اللون ولا كنشكر القفاطن حيت بصح زوينين وجايين مختلفين بزاف بزاف على القفاطنات اللي كنشوفوهم في العاده. وكما كتشوفوا معايا شوف 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 حتى لاكاليتي نتاع الثوب شحال كتبقى زوينه، كاين الفرق الصراحه. كاين واحد جوهره اللي كنشوفها مخشبه، والحمد لله انا اللي جات كتقول لي والله الا بدلتي لي فكره نتاع جوهره كتجي كتلقى. عاتانا كان فيهم واحد العدد الحمد لله خرج من هنا قبل ما نصوره، اللي جات ضروري كتاخذ جوج قفاطنات ثلاثه نتاع جوهره حيت كيجيوها مختلفين. كتقول لي عاتانا شحال عندي الثوب نتاع جوهره اللي جاني كادو اللي مشات للحج وشرات تويبات وخلاتهم، راكم عارفين اللي زعما اللي وصلوا ربي لذاك المقام كيتقدا جوهره وكتبقى منزله حيت بصح طلعت في الراس بداك الموديلات اللي عاديين، ولكن بهذا الشكل جات مختلفه وجات عشاقه انك تهزي قفاطنك نتاع جوهره وتلبسيه، غتكوني اكيد انك متالقه بالحباب ديالك وصحاب. الله يخليكم ديما فرحانين وناشطين. خليكم معايا غادي نمشي موديل اخر ولوينات اخرين اللي فنين بزاف، خليكم معايا نمشيو لعين. يا سلام يا سلام غزال عرفتي هذا الموديل روعه 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 الفن. هذا كنخدا واحد الوقت وراه كنت وجدتهم من شحال هادي، ولكن راكم عارفين ملي كتكون فيهم الرنده شويه كيشد الوقت. هذا قفطان كما كنقولوا بحال تقول ديك الخدمه اللي زعما الصح الزمانيه على جوهره، وجات ما بين كما كنقولوا ما بين المعاصره شنو كيتقال لها هكا، ما بين الاصاله والمعاصره. لا الاصاله والمعاصره غنقرب لكم من هذا الموديل باش تشوفوا معايا اكثر. كما كتشوفوا معايا الطويق جاي مجموع، جاي كيحمق جاي رائع. انا كنحمق على الطوق يكون شويه مجموع، كيجي كلاس على داك اللي كيكون مترع وكنبقى، ولكن ما يكونش مجيف كما كنقولوا حتى هنا كيخنق. شوفوا معايا هاد السبيسه اللي في العنق، شوفوا شحال روعه، شوفوا الكميمات رائع رائع، شوفوا لا كاليتي د جوهره، شوفوا هاد الثقل اللي داير شحال كيحمق، جاي هاد الزواقه اللي هنا منه فيه رائعه. نقربوا شويه للرنده، هابط القفطان كله بالرنده بهاد العقيقات اللي فوسط من الرنده، هابط كله بالرنده بيان سور، الرنده باليد على كما كنقولوا على جوج شعرات رقيقه، هابط كله بالجميع نتاع الرنده. قفاطن كيحمق دير انا مجيد بيان سور، الا بغينا نديرو لهم ديما الميطال غيجي روعه روعه. انا متاكده بانهم كيجيو فنين هادو في اللبسه بيان سور، حتى بغينا ندير لهم مجيد هكا الحرير بغينا حتى نحيدو حتى هاد المجيد غادي يجي فن. شوفوا معايا اللون كيحمق، هاد اللون سبيسيال
ما غنقول لكم مطاط، ما غنقول لكم صفر، واحد اللون اللي زوين 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 بزاف. كنتمنى حتى هذا الموديل يعجبكم، فيه لوينات اللي رائعه كما قلت لكم براندا بالسويس، موديل اللي كيحمق عشاق. عرفتي تصوروا معايا انتوا الا كنا حطانين هذا القفيط بحال هكا، البسوا فوق منه جليباب شويه زعما الكويل ديالها محلول، غادي يبان لنا هاد السويس هنا، يبان لنا في الكميمات، غتجي رائعه. نقدروا نزيدوا كاب علينا ولا سليهم، غادي تجي اللبسه كتحمق. خليكم معايا في لوينات اخرين اللي جد متميزين، ومرحبا بكم. وتنساوش اللي عجبها الفيديو تبارطاجيه مع الناس العزازين عليها. خليكم معايا الى على لون الشرفه الخضر ملكي، ولكن داك الخضر ماشي اللي مصعصع، هذا في الامرود كيحمق جاي هذا اللون. كلشي كلشي كيبغي هذا اللون، ومخزاني بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف، كتلبسيه كتكوني متميزه. راه كما كتشوفوا معايا هذا القفيط، كما قلت لكم القفيط مسوس بالطرز مسوس ومثقب. نحاول انني نقرب الصوره باش يبان لكم اكثر واكثر. ومن هنايا جاي هاد الطويق اللي كيحمق، هاد براندا بيان سور الا قديتي تقربي اكثر باش تبان الراندا اللي فيه. فوالا هاد الراندا كلها بهاد الحجيرات، وجايه حتى من الجنيبات هابطه هاد الراندا. قفطان كيهبل رائع رائع كما كتشوفوا معايا. شوفوا لي فازي ما فيهش افتحال لحقاش اي فازي نيت، وهاد براندا كله يعني كيجي مخزاني في اللبسه ديالو. ومن خوي كنتمنى هاد الشكيله تكون عجبتكم. غنمشي لوين اخر اللي كيحمق وزوين بزاف بزاف بزاف. دابا الاغنيه عتيني كنسمعها والله العظيم، لا اي كنسمعها سبحان الله العظيم كتاثر فيا، كتهبطني واحد النار. كنهدي الميمات كاملين، احر احر الحب والله العظيم. كنقول لكم واش تكون بركه اللي عندها منتهيات بتخليها لها منتهيات، شوفها بها بجمعه ترحمها وترحم ولدي وترحم جميع الامهات يا رب، وترحم لنا والدينا وتتبعنا عليهم مسلمين يا رب. صح والله عتي اللي كانت معاك اغنيه زعما خوش ما كتاثر فيا بزاف. الله يخلي لكم ميماتكم، الله يحفظها لكم يا ربي، الله يسمح لنا من ميماتنا كاملين يا ربي، كما كانوا في الدنيا ولا في ولا عند ربي. الله يسمح لنا من يا ربي ومن عذابهم اللي عذبناهم في الدنيا. الله يخلي لكم ميماتكم، هادشي اللي غنقول لكم. الوغ نرجعو لاخر قفط اللي غادي يكون معنا في هاد لافيديو، اللي جاي في الكري، وجاي داك الكري اللي ارجونتي فيه رائع. كلهم قفطات زوينين الصراحه كما كتشوفوا معايا. الكوي اللي مسوس، الرندة اللي هابطه متقونه متقونه، شوف حاجه اليد كتبقى دائما زوينه وكتبقى غزاله. شوفوا معايا، شوفوا لا كاليتي نتاع الثوب كتحمق، شوف جوهره شحال متميزه فيها. الوغ نرجعوا للكميمات كما كتشوفوا معايا. شوف القفط كله ها انتما كما كتشوفوا بالرندة، غادي صاير داير ما كاينش تطراق، كله صاير داير بالرندة. رائع. نوريكم واحد القفط اللي حاولت اني نلبسه، ولكن الصراحه سمول ميديوم، هادشي اللي زعما كيحمق. شوفوا شحال غزال، شوف هاد الموف فيه شحال رائع. باردون نحيد لكم هنا باش تبان لكم، مازال تنشاب نتاع مولات الراندا نسيتو انا نحيدو. بغيتي نوريكم لاكولاغ شحال فنه. هو لبستو الصراحه ما حبس ما بغاش يهبط، حتى هو رائع بالنسبه للبنيتات ولا بالنسبه للسيدات اللي هما في طايلي واعر. سمول ميديوم رائع فن فن. شوفي كيجي على الوجه هذا الموف كيجي كيحمق، ما كرهتش انني نلبسو حيت عجبني بزاف. كنتمنى هاد الشكيله تكون عجبتكم، وما طولتش عليكم، كنت خفيفه على قلوبكم. الله يحفظكم ونجيكم ليا طبيعي الحال. اللي مازال دخلت لهذا الفيديو ومازال ما اشتركتش معنا، ما عليك شيء، اشتركي معنا باش نكبروا نوليو فاميله كبيره، وفعلي الجرس باش اي فيديو ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات اللي زوينين ان شاء الله. نوعدكم في رمضان اننا غادي يكونوا فلوغات نتاع الشهيوات، حيت بزاف نتاع البنات والسيدات اللي كيقول لي شاركي معنا الشهيوات اللي كدير وليداتك على الراس والعين. الله يحفظكم ليا، وانا تحت الطلب ديالكم وتحت المحبه ديالكم. الله يحفظكم ويجيكم ليا، الله يحفظكم مره اخرى، وجمعه طيبه عليكم. السلام عليكم.